عم بشوفك انت على حق يعني، واكتر اشي مبين في هذا الكارت انه انت عم تربح مثلا شغلة، او عم تربح على شخص، عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببية لك أرق. في هذا الموضوع في هذا مبين. في كمان عم بشوف محكمة، أو أنت عم بتوقع على شيء، على ورق، على عقد معين ممكن له علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية. مش عارفة، أكتر إشي مبين عندي إنه أنت راح توقع على ورق وأنت راضي ومقتنع. في طاقة هوائية كمان نسيت أحكيها في بداية الفيديو. إذا في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالورق، بأكتر من ورقتين، هاي 3 ورقات 4 ورقات. في كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق. عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام، أو إنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه، عم بتحطه على على مفترق طرق. يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة، يعني عم تكون أنت كتير خلص بدك الأمور تتغير، مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون في الزواج، في العاطفة. مبين عندي إنك رح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع، فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت إنه بتحس انه خلص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الاشي من جواتك، وكأنه مشروع او مثلا له علاقة بالابداع. يعني في عندك هواية مثلا بدك تطلعها على ارض الواقع او تكسب من وراها دخل معين. عم بشوف في اشخاص عم يكونوا متربصين في اكتر اشي. مبين انه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين، مكاتبهم عند مكتبك مثلا إذا كان في الشغل، وعم تنتهي هاي الأمور على خير. مبين إنه في مصالحة، في لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل إنه في اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم، أشخاص قديمين. كمان شو عم نشوف بالورق؟ عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار، عم تتسرع فيه وتكون مثلاً مندفع في هذا القرار. فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور، لأنه عجلة الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة إنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة. لا، هذا الشهر خاصة أوله أو أول أسبوعين حيكون في عندك اللي هو انتظار، وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك. بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابروا، وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معاه الحظ بشكل كبير. لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة، لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه، لأنه ما في يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع، أو ما في أنتوا لحالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع. بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل، في واسطة، في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص. وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة، عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي،
هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعم يلبي لك إياه، لذلك عم بتحس حالك في الشغل، عم بتحقق تقدم، عم بشوف في ما في اللي هو تغيير مكان، لا في تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إلك فترة، وهلأ عم بتحس إنه صار الوقت. إذن بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حواليه أو ملل من شخص معين، عم يستنى عم يستنى، ما في شيء عم يلوح بالأفق، لذلك عم يتخذ قرارات كثيرة في هذا الشهر، وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه. عم تتعامل مع المال هاي الفترة يعني بحذر شديد، وكأنك على حافة الإفلاس، بس أنا بضمنك إنه الأمور يعني المادية رح تكون تمام، يعني ما في مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر، بس عم بشوفك يعني بتصرف، بتشتري أشياء كتير، أو سيارة، يمكن عم بتفكر إنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة، عم تصمد فلوس وعم تاخد قرض، ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه، اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك، يعني وحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة. شهر تموز راح يكون، اللي هو يوليو، راح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها، واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات ليتقربوا منك، عم بتكون محبوب هاي الشهر. خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة، خلينا أنا خلطت الورق في بعضه. أوكي، خلينا نشوف العاطفة، نحاول نفصل فيها أكتر. برج الحمل تعب كتير، وأنا شاهدة على هذا الإشي، يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب، كانت الفترة الماضية، حتى الشهر الماضي لما قرأنا التوقعات كمان كان في طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية، يعني 100% كان في كتير سلبيات في الفترة الماضية. ورقتين مع بعض نزلوا، رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي إنه ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل، عم بتكون أكثر تفصيلية لأنه الطاقات بتختلف من وقت للتاني. عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل، في شوية مشاكل بتلوح بالأفق، وأغلبها أنت بتكون السبب فيها، يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر، بتحاول إنه تتحرر من وضع معين، عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية، إن كان الزواج أو أنت إنسان مرتبط، عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون، لكن في زي ما قلت لك في قبل طلعت معاي ورقة، وهي الورقة الثانية كمان، إنه عم بيكون في أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين، أو عم يوعدك وهو جواته في مخططات تانية، فعم بشوف إنك كاشفه يعني، بس في نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين. المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك أنت أو أهل هو، ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب
أو أخوه مثلا ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت، وإنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل في علاقتكم، بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله. في وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم، عم تكونوا مختلفين، عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين، عم تكونوا بعاد من فترة مثلا، والتقيتوا عم تحتفلوا بهذا الموضوع. في خير جاي لك لبرج الحمل، في خير جاي بالطريق، عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة، أو عم بتفكر بحبيب يعني قديم، مش قديم شوي له فترة، لا قديم كتير، يعني اللي هو ممكن يكون حبك الأول، ما عم تفكر بالرجوع لإله، ولكن بشوفك كتير بتتذكره أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكره هاي الفترة. لكن عم بشوف في ناس مغرضين، يعني في ناس شريرين في الموضوع، شخصين ممكن يكونوا، واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيونه سود، شعره أسود لكن أبيضاني، في نوع من الشر داخل هذا الشخص تجاهك، عم يطلع عليك من بعيد. أنا طبعا عم بحكي إنه ذكر أو أنثى، ما عم بحدد. هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيطلعوا من بعيد، وكأنه في نوع من الغيرة أو التجسس، في مراقبة إلك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل. في ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك، يمكن في موضوع العلاقة اللي أنت فيها، ممكن يكون في حساد، في ناس بدهم يبعدوا، من مصلحتهم إنه يبعدوا بينك وبين الحبيب، فدير بالك من هذا الموضوع. عم بشوف خاصة النساء من برج الحمل، عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا، يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها، لكن قيمة معنوية كتير كبيرة، عم تجيهم هدية، أو ممكن يكون خبر، لكن في غيوم، في يعني الوضع مش ستيبل إنه 100%، في تغييرات معينة حواليك عم تصير، لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر، اللي هو ما في قرارات كبيرة في موضوع العلاقة. طبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين، هذا عم بيكون للمرتبطين. بالنسبة للشخص الأعزب، عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة، وكأنه حابب إنه يكون وحيد. عم كمان عم بتعامل مع برج ناري، يمكن إعجاب، يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة، لكن في ورد يا جماعة، في ورد بالموضوع، فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع، إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو. من برج الحمل حبايبي اللي مضغوطين كانوا بالفترة الماضية، المنفصلين حلو كتير هاي الورقة، يعني انت لابسة تاج، هو لابس تاج، عم تحتفلوا بموضوع معين، يمكن يكون في رجوع. خلينا نشوف بقية الورق، بس هاي الورقة كتير إيجابية في الموضوع.
عم الطرف الثاني عم يدرس الموضوع، عم يدرس مواضيع مادية، عم بيكون معجوق في جو مشحون بالمادة، المادة عم بتسيطر عليه وبيحاول جمع مبلغ معين يمكن للارتباط. خلينا نشوف إذا في علاقة ثلاثية ممكن تكون. والله في مبين إنه في وجود أشخاص آخرين غيرك مع هذا الطرف. لكن في نوع من الانتصار، نوع من الفرح على شخص معين. عم بتحس حالك طفل صغير وعم تفرح بهدية، يعني هي فرحة الطفل، بتكون فرحة صافية ما فيها شوائب. في شخص بحياتك اللي هو يمكن يكون الشخص اللي أنت منفصل عنه. هاي على فكرة الورقة طلعت هاي المرة الثانية، ولكن معناها هون ممكن يكون اللي هو راجع لك، لكن راجع بنية ممكن تكون فيها نوع من الخباثة.